السلام عليكم متابعي قناة الكابتن، تحياتي لكم، الله يسعد أوقاتكم. للأسف أخبار غير سارة بخصوص عقيدنا عمر السومة والتحاقه بالمنتخب السوري. تعذر التحاق لاعبنا ونجم نادي الأهلي عمر السومة ببعثة المنتخب السوري متواجدة بالإمارات بعد شعور اللاعب عمر السومة ببعض الآلام في ركبتيه وأشده في ركبة قدميه اليسرى، مما اضطره إلى مراجعة المشفى حيث أجرى رنينا مغناطيسيا وتبين وجود تضيق في المسافة المفصلية مع تمزق بسيط في الغضروف، لا يحتاج إلى تدخل جراحي وإنما لحقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع على أن يجري البلازما مرة ثانية بعد 3 أسابيع، الأمر الذي اضطر الجهاز الفني والطبي للمنتخب السوري من إعفائه من القدوم والالتحاق ببعثة المنتخب السوري لحين تماثله للشفاء. إذن عمر السومة خارج حسابات المنتخب السوري بالمباريتين الوديتين أمام أوزبكستان والأردن. للأسف ما لنا حظ نشوف جميع اللاعبين بنفس المعسكر، لكن إن شاء الله القادم أفضل. تحياتي لكم أخواني، وإن شاء الله نشوفكم فيديوهات جديدة وأخبار أحسن من هيك. والسلام عليكم.